مايد ناصر من يتحمل الاهداف الاربعه اللي دخلت اليوم على شباك مايد ناصر؟ الفريق لم يظهر بالصوره اللي شفناها في مباراه الوحده، بيختلف 100% عن اللعب اللي كان مقدمه في مباراه الوحده في اولى مباراه الدوري. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكر الجمهورين اللي حضروا المباراه، صراحه امتعونا في المدرجات. الاهداف تحملها الفريق كامل. بصراحه لا تقول لي الفريق ما ادى، بالعكس احنا مستحوذين واحنا لعبنا صح، بس يمكن اخطاء بسيطه استغلوها فريق الاهلي وقدروا يسجلون اربع اهداف. ما يد اربع اهداف يعني كبيره على الوصل؟ مش كبيره، لا بالعكس، احنا نقدر نسجل اربع اهداف على الاهلي في ملعبنا ان شاء الله، بس هاي كره القدم ما فيها اربعه وخمسه، احنا خساره من فرق اضعف من الاهلي نتيجه اكبر من هذه، بس هاي كره القدم. انا مثل ما قلت لك احنا الاحسن، بس الاهلي هو اللي سجل. انت احسن من اي ناحيه؟ هجوميا يعني؟ لا بالعكس. انت شوف اوكي تقول احسن، بس فريق ما يسجل. اوكي فريق اليوم انا ما سجل، يمكن هذه كره القدم اللي ما يسجل يسجل فيه. احنا استحوذنا على الكره بس ما سجلنا، ضيعنا فرص كبيره، والاهلي هو اللي من الاربع فرص سجل اربع اهداف. على العموم ارد لك مايد ناصر، طبعا هاي النتيجه يعني مثل ما قلت انا كبيره على الوصل من خلال مشواره وطموحه انه يكون ايضا منافس احد الفرق المنافسه على بطوله الدوري، ارد لك. لا والله عادي، احنا عندنا بعد احنا بدايه الدوري والاهلي فريق كبير، نحن نحترم الاهلي وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. من لك التوفيق مايد.